لا للساعه 10 ونصف تقريبا تم اخبار ديالنا السلطات بحادث ديال انحراف قطار متجه من سلا نحو قنيطره اللي خرج على السكه ديالو. جميع السلطات جندات الوقايه المدنيه والسلطات المحليه والجماعه المحليه باش نحاولوا نجلوا هذوك الجرحى. تم الاجلاء ديالهم جميعا دابا لحد الان تقريبا واحد 71 تقريبا 70 من ديال الجرحى اللي كان جات مجاهد ديالهم المستشفى ديال العسكري ديال سي محمد الخامس. وبالنسبه للعدد ديال الموتى تقريبا لحد الان كاينين شي 9 ديال الموتى. ما عندناش لحد الان باقي ما عندنا شيء ما عندناش شي خبر على الاسباب ديال الحادث. نتسناو دابا التحقيق اللي غتقوم به السلطات والدوله يقوم به الناس ديال السكه الحديديه.